مشاهدي أخبار الآن، أهلا بكم في نقل مباشر للاحتجاجات التي تنظم بكل يوم سبت رفضا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية، بمشاركة أغلبية ساحقة للشباب كالعادة. هذه المرة التحقت إلى جانب الشباب والطلاب المحتجين وناشطي المجتمع المدني منظمات وطنية كبرى كالاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الشغيلة الكبرى في تونس، وعدد من الأحزاب أكيد، إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حماية الأقليات. جدير بالذكر أن هذه التحركات قوبلت بردع بوليسي كبير خلال المرات السابقة، وهو ما زاد في حدة وتجمع المحتجين الإصرار على رفع شعارات داعية لإسقاط المنظومة السياسية وتغييرها بصفة كلية. أعداد المشاركين هذه المرة غفيرة جدا وتعد بالآلاف. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية بتنسيق مع رئيس الحكومة الذي هو يشغل منصب وزير الداخلية بالنيابة بعد أن عزل أحد الوزراء الموالي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، قاموا بأغلاق كل المنافذ المؤدية إلى وسط العاصمة وخاصة لشارع الثورة الحبيب بورقيبة. عودة شعار الشعب يريد إسقاط النظام للشارع. المحتجون يتجهون إلى شارع باريس المتاخم لشارع الحبيب بورقيبة من أجل اقتحامه والولوج إليه. كما ذكرنا، المرافقة الأمنية لهذا الاحتجاج غفيرة جدا، سيارات ودراجات نارية محاذية تحاول منع المحتجين من الولوج إلى وسط العاصمة. كذلك تم تعطيل حركة المرور بالكامل للسيارات وللمترو الخفيف. جبد لي فما سيفون بتاع تليفون ليركب فيه التليفون، يجيب الفوقاني الكبير. أنا عندي لايف على الصفحة. لقيتو؟ لا، فما سيكور صغيرون هكا. باهي، أول ما نجي. ركبوا لي شكون، ركبوا لي سن اللوحة. نقطة تجمهر ثانية بعد أن كانت المسيرة انطلقت من ساحة حقوق الإنسان المسماة بساحة الشهيد شكري بالعيد. دخل زعما. كما تشاهدون درجات نارية، المحتجين، سيارات أمنية، أوامر للأمنيين بإبعاد السيارات الأمنية
والاكتفاء بملاحقة بالدراجات. بالله ركح لي هكا باش نصور به بالطوق. شنو هي؟ هذه ركبها لي هكا شويه شويه. هذه هزها دورها لك من هنا. ما راني ما نفهمش في التركيات. هما عربي الدب بين. محاولة لترتيب المحتجين. الشعارات المرفوعة كالعادة شغل حرية كرامة وطنية. شعارات سياسية مناهضة لرئيس البرلمان. كل مرة يتم الوقوف عند نقطة معينة لرص الصفوف من أجل الوصول أو وصول عدد أكبر عدد ممكن من الجماهير لساحة أو شارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة. الشعارات المرفوعة شغل حرية كرامة وطنية أو أرض حرية كرامة وطنية. صور الشهيد شكري بالعيد الذي ابتلته الجماعات الإرهابية في هذا مثل هذا اليوم 6 فيفري من سنة 2013 و2000. صحافة ولا لا؟